جدا مشاهدين وتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الصباحي من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من الشاطئ الساحلي عين دياب. كيف كتشاهدوا معنا وعلى غير العادة أجواء هادئة بمنطقة عين دياب في هذا الأثناء، أو معنا في هذه الجولة المباشرة على قناة شوف تيفي. وكيف العادة كنتمنى من المشاهدين الكرام يقولوا لنا من أي مدينة أو من أي دولة كتتابعوا هذا المباشر على قناة الشعب، قناة شوف تيفي. إذن كيف جاء في العنوان بأن الأجواء هادئة، نور الدين الهوب الله يحفظك، أنا من مدينة بني منال سوق السبت ولاد تيمة، مرحبا خويا ولاد نمة عفوا. ديكا عبدو قال لك شفتها طافيه اليوم، اليوم السبت بطبيعه الحال، اليوم الحد الناس صابحين خدامين، اذا فاتت الى ان الناس كتستعد لعيد الاضحى. كاين عاوتاني الناس اللي سافرت غادرات مدينه الدار البيضاء في اتجاه المدن والقرى المغربيه الاخرى من اجل قضاء عطله العيد او فتره ديال العيد مع الاهل والاحباب والاقارب. يعني كاينين عوامل بزاف اللي كيخلي ان تكون الدنيا خاويه دابا، ومن اهمها هو ان اليوم الحد وغدا الناس صابحين خدامين، غدا الاثنين. سمير الهمان، الهمان خويا من طنجه تحياتي، شكرا، مرحبا بالناس ديال طنجه. حفظو دي اكا داك من الداخلة، مرحبا، مرحبا بالناس ديال الداخلة. احدى مدن الصحراء المغربية، مروان عيد من قلعة مكونة، مرحبا بالناس ديال خالد مكونة.
هما قال فين هاد البلاصه بالضبط؟ في الشاطئ الساحلي عين ديال في مدينه الدار البيضاء المتبعين ديالك على البنك. مرحبا اهلا خويا مزيان صحابي فين هاد الشيء كيف تابعتم على مشاهدينا الكرام اجواء عاديه وهادئه في الشاطئ الساحلي عين دياب لحظه خروج مشاهدي وزملاء الملاهي والعلب الليليه بمدينه الدار البيضاء. جو عادي الحمد لله ما كاينش مشجرات ما كاينش حتى شي حاجه. اجواء عاديه وجو جميل في هذه الساعات، كاين واحد الهواء نقي. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة، نتمنى بأن هذه الجولة تكون نالت الإعجاب ديالكم، بارطاجيوها كهدية للأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم. هي جولة بالشاطئ الساحلي عين دياب مدينة الدار البيضاء. أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، كنضرب لكم موعد في مباشر آخر بعد قليل كيف العادة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.